السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أتكلم معاكم عن تجربة أو شيء خطر في بالي الصراحة بسبب أشياء شفتها وبعض الفيديوهات اللي لقيتها على اليوتيوب. لقيت بعض المزارعين الأجانب يتكلمون عن، لقيت شخص واحد بصراحة يسويها، في ناس شفتهم يتكلمون عنها بس، ولكن شفت واحد يسويها يعني مسوي مقطع عن هالموضوع، اللي هو انه هو يزرع في الكومبوست اللي هو يسويه في البيت، ما يشتري تربة أصايص ولكن يزرع في كومبوست خالص. ففكرت فيها، قلت كتجربة عندي هذه شتلة الطماط زايدة الصراحة، ما عندي لها مكان مخصص، فقلت إنه ممكن أستخدمها كتجربة. فاللي راح أسويه عندي هذه الكومبوست اللي شوي احتفظت فيه من الكومبوست اللي حطيته في الحديقة، قلت ممكن أن أستخدمه على أساس إنه أجرب هذه التجربة. طبعا مثل ما احنا ملاحظين ان الكومبوست هذه فيه للحين قطع للحين ما تحللت كليا. اللي سواه الشخص دي في الفيديو اللي هو انه قام شخل المواد على اساس يتخلص من القطع هذه، فتم عنده بس هذه اللي كانها تربة يعني صارت عنده. فانا ما راح اسوي هذا الشيء الصراحه، راح احتف يعني استخدم الكومبوست مثل ما هو، ولكن الشيء الوحيد اللي راح اسويه اللي هو اني راح اضيف مادة البيرلايت حق الكومبوست على اساس انه بس اخفف الخلطة او الكومبوست على اساس يكون اخف حق جذور نبته انه تنمو فيه، وراح احطها في هذه الاصيص. ادري ان الاصيص حجمه مو كبير بالنسبة حق شتلات طماط، ولكن يعني ما يهمني انتاجها بهذا الشكل، وهذه من النوع اللي تنتج ثمر صغير يعني مو بالطماط اللي حجمه كبير، فما تفرق وياي يعني حتى لو انتجت شيء بسيط يعني الحمد لله. فراح اضيف شويه بيرلايت حق الكومبوست واضيفه في الاصيص، وراح ننقل النبته وراح نتابع نموها طوال الموسم ان شاء الله، ونشوف هل ممكن ان احنا نزرع نبتاتنا في كومبوست اللي نسويه في البيت ولا لازم نشتري تربة أصايص على أساس ان نزرع نباتاتنا في الأصايص. مثل ما احنا شايفين انا الحين نقلت النبتة في الأصيص وترست كومبوست ويا بيرلايت. طبعا الطبقة لما نقلت النبتة يعني اللي تحت النبتة كان فيها بيرلايت، ولكن لما نقلت الشتلة يعني ترست الأصيص ما حطيت بيرلايت وايد، ولكن في بيرلايت موجود. ولاحظت شيئين بالأحرى. أولا أن وزن الأصيص ثقيل بسبب الكومبوست بعكس تربة الأصايص، فهذا شيء لازم نحطه في بالنا مباشرة أن وزن الأصيص راح يصير ثقيل. فاللي حاب يجرب هاي الشيء يحط في باله أن الأصيص راح يصير ثقيل، وهذه أصيص صغير ترى. فإذا أنا رحت حطيت النبتة في أصيص كبير وترسته كومبوست لازم أعرف أنه راح يصير الأصيص جدا ثقيل وما راح أقدر أحركه وايد، فنكون حذرين من هالنقطة. حذرين كيف؟ أن نحط الأصيص في المكان اللي راح نخليه إذا كان أصيص كبير، وبعدين نترس الأصيص، ومو بالعكس يعني ما أروح أحط الأصيص في مكان وأترسه كومبوست وبعدين أتوهق انه يصير ثقيل وما اقدر انقله الى المكان اللي ابغي اوديه. الشيء الثاني اللي لاحظته اللي هو انه مع الكومبوست تصريف الماء جدا جيد، مثل ما احنا شايفين يصرف الماء بشكل جيد، راح ينزل الماء بشكل سريع. طبعا انا هذه رويته فمن كذي شوي قاعد يتاخر، ولكن نلاحظ ان الماء ينزل ويتسرب بشكل جيد في الكومبوست، فهذه علامة زينة ان الكومبوست ايضا يصرف لي الماء بشكل جيد. وبالذات بالنسبة حق المزارعين اللي دائما يسألون عن طرق الزراعة العضوية وكذا، فأتوقع هذه راح تكون تجربة بالنسبة لهم جيدة وممكن يجربونها عندهم في البيت حتى. فراح نتابع نمو هذه النبتة
على مر الموسم ونشوف ان شاء الله شو يصير. فهذه لانها مزروعه في كومبوست فقط راح ارويها بالماء وراح نتابع شو يصير. نلاحظ الحين بعد اول فتره ان النبته بدات مرحله النمو، بدات تتفرع هنا وايضا بدات في مرحله التزهير، ففي كذا كتله ورد، فالنبته بدات تنبت وتزهر في الأصص اللي فيه الكومبوست. بعد مرور تقريبا شهر من أول ما بدينا التجربة نلاحظ أن الطماطة هذه اللي زرعناها في الكومبوست ما شاء الله التزهير فيها جدا عالي، فيها بدايات ثمر داخل مبين وهني بعد، ففي ما شاء الله إنتاج قوي بالنسبة حق نبتة في أصص حجم صغير، ولكن لانها قاعده تتغذى عن طريق الكومبوست اللي هي نابته فيه، فما شاء الله نتائجها لحد الحين ممتازه. ولكن نقطه مهمه ان الاصيص يصير ثقيل لما يكون مروي، يعني متشبع ماي، ولاحظت انه ينشف اسرع من تربه الاصايص، سرعه الجفاف شوي عاليه، يعني لازم اقلتن ارويها مرتين في الاسبوع ولا ممكن تموت علي. تقريبا بعد اسبوعين من اخر مرة تفقدنا هذه النبتة اللي مزروعة في الكومبوست، ما زلت الاحظ ان الاصيص يجف بسرعة، ولكن مثل ما ذكرت تصريف الماء جدا عالي. ولكن ذاك اليوم لاحظت فيها شيء، ان ما شاء الله لا اله الا الله، يعني عدد الكتل او العذوق من الطماط اللي شايلتها شيء جدا عالي، ما توقعت بصراحة بالنسبة حق نبتة في أصيص بهذه الحجم. احنا نتكلم أصيص حجمه يمكن ما يتعدى 7 لتر يمكن، ولكن ما شاء الله شايلة كمية كبيرة من الطماط بالنسبة حق حجمها وبالنسبة حق حجم الأصيص، وما زالت رايحة في النمو وفي التزهير مثل ما احنا شايفين. فراح أتابعها وراح إن شاء الله أعطيكم حصر أو جرد لعدد الطماط اللي تنتجها في إلى من الحين إلى نهاية الموسم، يعني كإجمالي الإنتاج مالها. بس حبيت أبين لكم إن هذه ما شاء الله ما توقعت منها بهذه الحجم من التثمير لحد الحين. يعني إحنا الحين تقريبا في ثالث أسبوع من شهر يناير، نلاحظ ان النبتة ما شاء الله فيها حمل كبير من الثمر، اكثريته غير ناضج للحين، ولكن قطفت منها هاي الثلاث ثمرات، الثلاث طماطات هذين، والاحظ ان في بعد طماط ثاني هني قاعد ينضج، ممكن ان نقطفها بعد يومين ثلاثة. فما شاء الله بالنسبة حق حجم الأصيص الحمل اللي شايلته جدا كبير ما شاء الله، وراح نتابع وراح في النهاية مثل ما وعدتكم أراويكم العدد النهائي من الثمر اللي تنتجه وراح نتابعها. مثل ما احنا شايفين النبتة حجمها ما كبر وايد، ولكن وصلت حجم جيد. احنا الحين في بداية شهر مارس، شهر 3، النبتة للحين فيها علامات نمو بسيطة، ولكن مثل ما احنا شايفين لأنها من النوع المحدود نلاحظ أنها كأنها قاعدة تتعب وكأنها فيها مرض وقاعدة كأنها بتموت، ولكن هذا طبيعي بالنسبة حق النباتات أو نباتات الطماط من النوع المحدود، فما راح أركز عليها كثيرا الحين لأنها خلاص بدأت توصل آخر عمرها. ولو أن فيها ثمر أخضر ممكن ينضج، ولكن يعني أدائها قاعد يصير ضعيف والنبتة قاعدة تضعف. فمن ناحية المحصول اللي حصلناه من النبتة هذه، في مثل ما ذكرت أصيص تقريبا 5 إلى 7 لتر. من ناحية الثمر مثل هذه الطماط الصغير حصلنا تقريبا 78 ثمرة مثل هذه ناضجة من هذه النبتة اللي زرعناها في الكومبوست في أصيص 7، خلنا نقول بالكثير 7 لتر، باستخدام الكومبوست اللي نصنعه في البيت. يعني انا اعتبر هذه يعني يبين لنا ان احنا نقدر نزرع في الكومبوست اللي نصنعه. اللي راح اسويه لما انتهي من هذه النبتة راح اتركها، ان يعني راح طبعا اواصل ارويها واغذيها، ولكن لما تموت راح اشيلها، والكومبوست اللي يبقى راح ارجعه في الكومبوست اللي اسويه،
على أساس إنه لو في عناصر مغذية أو في كذا، في أشياء ما تحللت مثل قشر البيض وكذا، ترجع وتتحلل في الكومبوست اللي راح أستخدمه في الموسم الجاي. فهذه بس تجربة حبيت أسويها معاكم، إنه هل إحنا ممكن نزرع في الكومبوست اللي نصنعه بدال ما نشتري تربة أصايص؟ نعم ممكن، ولكن مثل ما ذكرت السلبيات اللي لاحظتها ان الأصيص يصير وزنه ثقيل لما يكون مروي، يعني جدا ثقيل. تصريف الماي كان في البداية جيد، ولكن الحين أتوقع ان الأصيص لأنه امتلأ بالجذور فالري قاعد يصير صعب، ولكن الكومبوست نفسه فيه تصريف ماي، يحتفظ بالماي بشكل لا بأس لا بأس. يعني ما يعني بالنسبة لي تربة الأصايص تحتفظ بالماي بشكل أفضل من الكومبوست، ولكن ما أحتاج أغذي لأن الكومبوست نفسه هو يغذيها منه ومن نفسه. والإنتاج مثل ما شفنا بالنسبة حق نبتة في هذا الحجم كان جدا قوي بسبة الكومبوست، يعني مثل ما ذكرت 78 ثمرة مثل هذه شيء جدا ممتاز. فهذه بالنسبة لي دليل ان احنا ممكن نزرع في الكومبوست، واللي حاب يجرب بالعكس اشجع انه يجرب ويستخدم الكومبوست اللي يسويه ويزرع فيه ويشوف النتائج وممكن يشاركنا تجربته ايضا. فاذا في عندكم اي استفسار بخصوص هذه التجربة او اي موضوع ثاني ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وان شاء الله راح احاول اجاوب اسئلتكم باسرع وقت ممكن، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.